إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله. أصبح يوسف محل اهتمام كل من بالسجن، فهو يحمل صفات الحق والخير والجمال. ألا أنا سأموت؟ سأترك هذه الحياة؟ سأترك زوجتي وولدي وحيدين في هذا العالم؟ كيف ذلك؟ كيف؟
إنه قدر الله الواحد يا أبابيس، وقد آمنا برب يوسف، فاصبر واحتسب. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن آمون إله كاذب. فاللهم احفظ ولدي من بعدي، وألهم زوجتي الصبر. أشهد أن لا إله إلا الله، لا أدري كيف عشت كل هذا العمر وأنا لا أعرف ربي الواحد الأحد. أنا ذاهب إليه يا بيناروث، أشتاق للجنة، وأشتاق ليوم أرى فيه خالقي. يوسف هذا غير كل شيء في حياتي، ومن حسن حظي أن الملك يكره آمون. زوجتي وولدي أمانة في عنقك يا بيناروث. لا تقلق يا أبابيس، سأهتم بشؤونهما. إذن أحضر دائما الحلوى لولدي واجعله سعيدا. سأفعل يا أبابيس. واخرج بولدي للمتنزهات والحدائق، إنه ولدي الوحيد. سأفعل يا أبابيس. أريد أن أرى زوجتي وولدي قبل موتي. أرى أنه يجب محاكمة الساق والطباخ محاكمة علانية يا مولاي الملك. اللعنة على الكهنة يا زخار. لابد من مواجهة الكهنة بهؤلاء الذين حاولوا قتل الملك. علينا أن نفعل ذلك، علينا أن نستعد لقتالهم. إنهم يحاولون حشد البسطاء من عامة الناس. هذا لن يمنعني من قتالهم أبدا يا زخار. إذن نبدأ أولاً بمحاكمة الساق والطباخ. حدد الموعد يا زخار، وأتني بهما. سمعاً وطاعة يا ملك البلاد. وما زال يعقوب يبكي على فراق ولده يوسف الصديق، وضاع بصره لكن إيمانه لا يضيع. ظل يعقوب يدعو ربه الواحد الأحد أن يعيد الله ولده يوسف، وظل عليه السلام يدعو الناس ويعلمهم أمور دينهم دون أن ييأس من روح الله. لن يسامحنا أبونا على ما فعلناه بيوسف، وهو غير مصدق لنا. أخشى على أبي من الهلاك، إن الحزن لا يفارقه. أنا لم أخسر أي شيء. وما هو مكسبك يا يهوذا؟ قلب أبيك احترق، عيناه ضاعتا، أسرتنا تشتتت، فأين مكسبك؟ أنا لم أخسر أي شيء، ومكسبي أعرفه جيداً. أما زلت تحاول تذكيري يا لاوي؟ وسأظل أذكرك وإخوتك بفعلتك السوداء. أصمت وإلا قتلتك. ليس غريبا عليك القتل. هيا أيها الوزير، اذهب وأتنا بالقتلة. سمعا وطاعة يا مولاي. أدخلوا أبابيث وبيناروث. أين الكهنة؟
أدخلوا نويبار والأخور وباقي الكهنة. لقد جئت بهما يا مولاي الملك. قل يا أبا بيث، من الذي حرضك على وضع السم في طعامي؟ لقد وعدني الكاهن الكبير بالذهب والفضة. كاذب، أنت كاذب. دعه يكمل يا نويبار ولا تقطعه. دعاني هو والأخور للمعبد وأعطوني وعودا. وما هي الوعود؟ وعودا كبيرة وأموالا طائلة. ولماذا لم تخبرنا بهذا؟ لما فعلت هذا أيها الخائن؟ ليس هكذا الحكم يا ولدي. أنا لم أشارك في هذه الخيانة أبدا، لم يحدث، لم يحدث. إن هذا الرجل كذاب أشر وأنا لا أعرفه. وأنت يا بيناروث، لماذا لم تخبرنا بما قاله لك أبو بيث؟ أنا من منعت هذه الجريمة يا مولاي. علينا أن نقوم بإعدام هذين القاتلين بلا رحمة. تعجبني آراؤك يا عزيز مصر، ولكني لطالما شربت من يد هذا الساقي الأمين، وهو من اعترف بهذه الجريمة، ولقد عفوت عنه. شكرا لك يا مولاي، شكرا لك يا مولاي الملك، سأعيش خادما لك طيلة عمري. أما أنت يا أبا بيث فليس لك جزاء إلا الموت إعداما. سامحني يا مولاي الملك، سامحني. أما أنت يا نويبار ويا لاخور، ما لكما من ضمانة إلا الولاء الكامل لملك البلاد. نحن كهنة المعبد وليس لنا أي علاقة بالحكم. لا شأن لنا بالسياسة، فنحن نعبد آمون ونحرسه فقط. تحرسونه؟ وهل يحتاج إله إلى حرس؟ انصرفوا من أمامي، هيا. أنا لا أصدق عيني، لا أصدق عيني يا زوجة المستقبل الحبيبة. أأنت أمامي الآن يا بيناروث؟ أأنت حي ترزق؟ هل عاد إلي حلمي الجميل؟ عاد يا حوراء، عاد بعد أن أظلمت الدنيا. لقد عدت إليك والحمد لله رب العالمين. رب العالمين؟ أتقصد آمون؟ آمون؟ وهل آمون رب يا حوراء؟ إذن فمن تقصد يا بيناروث؟ الله الواحد الأحد الخالق. الخالق؟ نعم يا حوراء، هو الخالق الواحد، وليس لنا إله غيره. ماذا تقصد؟ أدعوك للإيمان به وتوحيده يا حوراء. ماذا يا بيناروث؟ قولي أشهد أن لا إله إلا الله. قوليها يدخلك الجنة. الجنة؟ نعم يا حوراء. أجد في كلامك حلاوة وإقناعا، ولكن ما الجنة؟ الجنة في الدار الآخرة. لعل الله أخر زواجنا وأدخلني السجن كي أخرج مؤمنا موحدا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد. اعملوا بجد واجتهاد، وإلا عاقبتكم بمنع الطعام والشراب. لقد تعبنا والشمس حامية، كدنا أن نموت من العطش. لو أن لي بك قوة أيها الحارس لعاقبتك أشد العقاب على هذه القسوة. كف عن كلامك هذا يا ريحان، فأنت تحرض المساجين علينا. لقد تعبنا
وذقنا الويل، فأرحنا من تعبنا هذا. إذن أنت تتمرد علي، فتعال أيها المذنب خذ. اتركني اتركني، فأنا لم أفعل شيئا يؤذيك. ولكني سأفعل ما يؤذيك، خذ. وكان يوسف صابرا على كل ما يحدث داخل جدران هذا السجن، وكان يدعو الناس لعبادة الله الواحد القهار دون خوف أو جزع. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما اخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب ابوه ليه، واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت، واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت. بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين. شاف مولاه